السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث 24 ساعة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. والبداية مع العناوين. في ذكرى الإسراء والمعراج، الرئيس السيسي يتلقى التهاني من قادة وكبار رجال الدولة بالذكرى العطرة. اليوم تنطلق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لبحث التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا. استمرار العثور على ناجين تحت الأنقاض في تركيا بعد 11 يوما من الزلزال، وارتفاع إجمالي الضحايا إلى 44 ألف قتيل في تركيا وسوريا. تفاصيل الأحداث، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تلقى الرئيس السيسي التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي دعا خلال برقيته جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض لاستلهام العبر والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة الربانية. كما تلقى الرئيس السيسي برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، المستشار دكتور حنفي جبالي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اللذين أكدا أن الشعب تحت القيادة الحكيمة قادر على مواجهة كافة التحديات والصعاب لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. كما تلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أكد وفاء القوات المسلحة وجاء باقتداء صاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء. كما تلقى الرئيس السيسي برقية مماثلة من الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أيضا تلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العطرة، حيث أشار خلالها إلى الدروس المستخلصة من الذكرى، وتؤكد أن إرادة الله تعالى دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص. تنطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وتبحث القمة التي تتواصل على مدار يومين العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث ستهيمن الأزمات الأمنية والغذائية المتفاقمة على جدول أعمال القمة. كما سيبحث القادة سبل تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، ومن المقرر أن تتسلم جزر القمر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من السنغال. وننتقل إلى نشاط وزير الخارجية سامح شكري على هامش المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية في أديس أبابا. فنيابة عن الرئيس السيسي، شارك شكري في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا. وفي كلمته أبرز شكري تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة لتقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي. وأبرز شكري جهود مصر في حل حالة الأزمة الليبية، مؤكدا على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومثمنا جهود مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. كما شدد على رفض مصر لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق السخيرات. كما أكد شكري مجددا على ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا وأهمية إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ودعم اللجنة العسكرية 5+5. وطلب شكري بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية. هذا. والتقى وزير الخارجية نظيره التونسي نبيل عمار، حيث جدد شكري تأكيد دعم مصر
الكامل لاستقرار وأمن ورخاء تونس، لافتا إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية وكذا وتيرة التشاور والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران الرؤى حول ملف ليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم المسار الدستوري، فيما شدد وزير خارجية تونس على أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين، وأن هناك توافقا مصريا تونسيا بشأن دعم المسار الأممي للتوصل للانتخابات ودعم الحل الليبي، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار. وخلال لقائه مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، أكد شكري على ضرورة تكثيف العمل الإفريقي المشترك لدفع جهود تحقيق السلم والأمن في القارة، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة. وخلال اللقاء بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، كما اتفقا على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية التقى أيضا نظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث بحثا القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي، كما تم التطرق إلى تطورات في ليبيا، حيث استعرض شكري جهود مصر لدفع الحل السياسي للأزمة. من جانبه أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي دون أي إملاءات خارجية، كما تمت مناقشة التطورات الراهنة بالأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على تهدئة الأوضاع لإحياء العملية السياسية وصولا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وزير الخارجية التقى أيضا نظيره الزامبي ستانلي كاكوبو، حيث أكد أهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي خاصة على المستوى الاقتصادي، كما استعرض التعاون القائم في المجال الزراعي بجانب الكيانات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والطاقة والصحة في زامبيا. كما أعرب شكري عن ترحيب مصر بالتنسيق مع زامبيا في إطار تجمع الكوميسا. هذا وحرص وزير خارجية زامبيا على التشاور مع شكري بشأن الأوضاع الإقليمية في منطقة الجنوب الإفريقي، لا سيما في شرق جمهورية الكونغو وجهود مكافحة الإرهاب في موزمبيق، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار. تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية موقف المصريين الستة المحتجزين في مركز للهجرة غير الشرعية بغرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن السفارة في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل لإطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بالوزارة ذوي المواطنين لمتابعة حالاتهم. وأشارت الخارجية إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي دون تخطيه الى مناطق اخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. يذكر ان عددا من المواطنين المشار اليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021 وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم واعادتهم الى ارض الوطن. وهابت الخارجية بالمواطنين عدم مخالفة تعليمات السفر الى ليبيا. مع تخطي حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري إلى 44,000 قتيل، يعد الزلزال من الزلازل 10 الأشد عنفا من حيث عدد الضحايا في السنوات 100 الأخيرة، مما دعا منظمة الصحة العالمية المناشدة لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا. يوم جديد من يوميات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الجاري، فبينما غادرت بعض فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الذي دمر مساحة كبيرة في البلاد، لا يزال انتشال ناجين من تحت أنقاض الكثير من المنازل مستمرا رغم الكثير من الصعاب، حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ رجل من تحت الأنقاض في محافظة هاتاي التركية
بعد 278 ساعة على الزلزال، وذلك بعد أن تمكنت فرق البحث والإنقاذ في وقت سابق من إنقاذ رجلين من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا، وذلك عقب مرور 261 ساعة من الزلزال المدمر. يذكر أن عدد قتلى الزلزال في تركيا قد تجاوز 38 ألف قتيل كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وفي سوريا المجاورة التي مزقها بالفعل صراع دائر منذ أكثر من 11 عاما، أبلغت السلطات عن مقتل 5800، وهو رقم لم يتغير كثيرا على مدى أيام، وسقط أغلب قتلى الزلزال في سوريا في الشمال الغربي من البلاد. ومما له صلة بالموضوع، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية توجهت نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا. وقال غوتيريش إن التمويل الذي يغطي فترة 3 أشهر سيقدم مساعدة إلى 5,200,000 شخص، ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها حكومة تركيا التي ضربها زلزال يعد الأعنف منذ قرن. وأعلنت الأمم المتحدة عن إدخال 22 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا لترتفع حصيلة المساعدات والشاحنات التي دخلت سوريا إلى نحو 160 شاحنة. وقال مسؤول في معبر باب الهوى الحدودي إن إدارة المعبر تقوم بعد تسلمها لهذه المساعدات بتسليمها لإحدى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة وإيصالها إلى متضرري الزلزال. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين قرب السلك الفاصل شرق مدينة غزة بمنطقة ملكة وشرق مخيم البريج، مما أدى إلى إصابة الشبان 4 بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق. أعلن الجيش الأمريكي مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بهجوم في سوريا. وأوضح البنتاغون أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 جنود أمريكيين خلال العملية التي وقعت شمال شرقي سوريا. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. موسكو تحذر من العواقب الوخيمة في حال إقدام القوات الأوكرانية على ضرب القرن. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على الإسراع في إرسال الأسلحة للتصدي للغزو الروسي، محذرا الغرب المجتمعين في ميونخ من أن التردد والتأجيلات تعتبر تهديدا لأمن دولهم. مع قرب دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تكثيف الدعم لأوكرانيا عسكريا، وهو ما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استبعاد التنازل عن أي من أراضي بلاده من أجل إبرام اتفاق سلام محتمل مع روسيا. كما أكد أن وحدة الشعب الأوكراني هي الأهم في معركته، وأن الأسلحة الغربية تقرب بلاده نحو السلام. في المقابل، يرى العديد من الخبراء الروس أن واشنطن لا تريد انتهاء الأزمة في أوكرانيا أو توصل أطرافها لتسوية سياسية وتجنيب العالم التداعيات الكارثية للحرب. وهذا ما أشار إليه إيغور جيرينكو المتحدث باسم السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، والذي أكد أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند حول دعم الضربات الأوكرانية على القرم هي تأكيد واضح لحقيقة تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع. في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون أن القوات الروسية قصفت منطقة خرسون 76 مرة خلال الساعات 24 الماضية. وبالتزامن، أعلنت كييف عن مقتل 5 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء قصف روسي للدونيتسك خلال الساعات 24 الماضية، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأطلق الجيش الروسي 41 صاروخا من مختلف الأنواع في جميع أنحاء أوكرانيا. سخونة الأحداث على الجبهة الأوكرانية دفع وكالة حرس الحدود البولندية للإعلان عن ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9,876,000 لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي. وفي النهاية، وعلى الرغم من أن الانخراط في مفاوضات جادة يظل من مصلحة كل الأطراف بما في ذلك روسيا وأوكرانيا والغرب ومن ثم بقية الدول غير المتورطة مباشرة في النزاع العسكري،
ولكنها تأثرت بسببه من الناحية الاقتصادية، إلا أنه يظل من الصعب أن يتنازل الطرفان عن أي من مطالبهما. وفي كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن أي دولة حليفة بمقدورها إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا عليها أن تفعل ذلك الآن. وأكد شولتز أن ألمانيا ستسهل اتخاذ هذا القرار من خلال توفير المواد اللوجستية وتعويض مخزونات وتدريب جنود أوكرانيين. وأضاف شولتز أن ألمانيا هي أكبر داعم عسكري لأوكرانيا في القارة الأوروبية، مشددا على أن بلاده ستواصل الحفاظ على التوازن بين دعم لكييف وتجنب التصعيد. وكان شولتز قد وافق نهاية الشهر الماضي على أن تسلم ألمانيا ودول أوروبية أخرى دبابات ليوبارد 2 لكييف بعد تعرضه لضغوط. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحلفاء إلى تكثيف دعمهم لأوكرانيا. وأمام مؤتمر ميونخ للأمن طلب ماكرون بدعم صمود الأوكرانيين وتمكينهم من شن هجوم مضاد سيتيح وحده مفاوضات ذات مصداقية بشروط تختارها كييف على حد قوله. واعتبر ماكرون أن الوقت اليوم ليس للحوار مع روسيا لأنها اختارت الحرب والتصعيد وفق تعبيره. وأكد ماكرون وجوب إفشال ما وصفه بالعدوان الروسي، وإلا فإن الأمن الأوروبي بأكمله والاستقرار العالمي بشكل عام سيصبح موضع تساؤل وفقا لقوله. كما أكد ماكرون أنه جاهز لنزاع طويل الأمد حتى لو أنه لا يتمناه. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن دبلوماسي أرمينيا وأذربيجان أكدوا اهتمامهم وحرصهم على الوساطة الروسية في محادثات معاهدة السلام. جاء ذلك خلال اجتماعاتهم مع المبعوث الخاص للخارجية الروسية بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين. وقالت زاخاروفا في تعليقها على زيارة المبعوث الروسي إلى باكو وبريفان إن الجانبين الأرميني والأذري أكد اهتمامهما بوساطة روسيا. كما أشارت المتحدثة إلى أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع آخر في موسكو لكبار الدبلوماسيين الأرمنيين والأذربيجانيين. وذلك بشأن هذه المسألة، يذكر أن أرمينيا قد أنهت مسودة اتفاق سلام مع أذربيجان وأرسلتها إلى باكو بالإضافة إلى دول مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية مسؤولية الحركة عن هجوم حوالي 10 مسلحين على مركز للشرطة في مدينة كراتشي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين. وأدى الهجوم إلى إغلاق الشرطة للطريق الرئيسي عبر المدينة. كما وصلت تعزيزات كبيرة من قوات الأمن من بينها قوات شبه عسكرية إلى مكان الحادث. في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلحين هاجموا مركزا للشرطة وسمع إطلاق نار كثيف وبعض الانفجارات أمام مقر المركز الواقع بمحاذاة الشارع الرئيسي للمدينة. هددت كوريا الشمالية اليوم برد متواصل وقوي بشكل غير مسبوق حال إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية، معتبرة أنها استعدادات للحرب. واتهمت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإذكاء التوتر واستخدام مجلس الأمن الدولي كأداة لسياسة عدائية غير مشروعة للضغط على بيونج يانج. وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية امتنعت عن أي عمل عسكري خاص هذا العام باستثناء الأنشطة العادية، لكنها أشارت إلى أن التدريبات المقررة لسيول وواشنطن ستخلق دوامة خطيرة من التوتر المتصاعد. جاءت تهديدات كوريا الشمالية بعد أقل من ساعتين من إعلان كوريا الجنوبية عن تدريبات محاكاة مشتركة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وتدريبات عادية الشهر المقبل كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونج يانج. في إطار مواصلة وزارة الداخلية لفعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الوزارة قيامها اعتبارا من 18 فبراير الجاري بزيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية
وذلك بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا عدد 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة. لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 23 التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 60%. وجود المبادرة بالأسعار والتخفيضات اللي موجودة دي بيخلي المواطن يحس إن فعلا السيد رئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين، وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة، ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر إن في حد حاسس بيها. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1074 فرعا ل31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، بالإضافة إلى سرادقات بالميادين الرئيسية و36 معرضا فرعيا للسلاسل التجارية المشاركة بمختلف المحافظات. مبادرة كويسة جدا، بتقدر توفر طبعا الشعب المصري كل الأساسيات من زيت سكر رز الكلام ده كله، فهي حاجة كويسة جدا يعني ان هي لازم تكون موجودة ولازم ندعمها. المبادرة دي ساعدت في ان احنا ناخد بسعر اقل من السوق، اسعار كلها كويسة جدا وعاملين تخفيضات كويسة جدا الصراحة. وفي اطار تطوير اليات المبادرة بما يضمن انتشارها ووفرة المعروض، قامت الوزارة بتجهيز عدد من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، يشارك فيها عدد كبير من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى بمعروضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتبارا من 18 من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت. احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها، كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلاء أو طريق مجموعة من السلاسل التجارية اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا، بس احنا المرة دي لأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر، بنشارك بجميع أنواع السلع الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوفر السلع على مدار العام بالذات في المناسبات زي شهر رمضان، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتغلب على غلاء الأسعار اللي موجود عالميا دلوقتي، وما بنبصش لعملية مكسب أو خسارة قد ما بنبص إن السلعة لازم تكون متوفرة وبسعر مناسب. احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري، مقدمين أسعار زيوت وأسعار مثل نباتي بأسعار خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وهيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله. أنا اللي دايما ببقى واقف لي. وتحت مظلة المبادرة تواصل منظومة أمان توفير السلع عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تابعة لها، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، فضلا عن استمرارها في طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ إطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية، أتاحت معروضا كبيرا من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار السلع، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة. تتجدد مبادرة كلنا واحد باستمرار، فمنذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من المبادرة فإنها تشهد مشاركة واسعة من الكيانات التجارية والصناعية لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية وغير الأساسية وكافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تحرص وزارة الداخلية على إقامة الشوارع في كل مكان على أرض الوطن.
عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتحت محافظة بورسعيد الدورة 6 للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بمشاركة 67 دولة. وتأتي النسخة الحالية من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم حاملة اسم إمام المبتهلين نصر الدين طوبار. اسم المسابقة الفائزون، وهو اسم موفق، كل من اشترك فيها فهو فائز، قبل ان يفوز بالجوائز فهو فائز بالقرآن وبركة القرآن وحفظ القرآن وقضاء هذه الايام مع القرآن واهل القرآن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا أبين وأوضح من نوره، أبين وأوضح من ضوء الشمس في الحياة الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة وجنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي استعراضنا لأحداث يوم مضى من خلال أحداث 24 ساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.